ده تاني؟ لا لسه والله. أما بقى كملت الكارثة تماما، كملت بكبرتاش حلوان. كبرتاش حلوان اللي قبل 8 سنوات وتحديدا في عام 2008 تم توقيع مذكرة تفاهم بين التشيك ووزارة السياحة لتطوير الكبرتاش ليصبح منتجعا عالميا باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار لتعود المنطقة مركزا للسياحة العلاجية. ومنذ ذلك الحين وحتى قيام الثورة لا نعرف مصير المشروع. وفي عام 2013 أعلن الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة وقتها عن بدء تطوير كبرتاش حلوان وحديقة الهابي داي وعيونها الكبريتية وجعلها مشفى عالميا، مشيرا إلى أن منطقة الكبرتاش تتميز بمساحة شاسعة تبلغ 25 فدان تصلح لإقامة منتجع طبي وسياحي، مؤكدا عدم وجود أي معوقات تقف أمام المشروع. الكبرتاج ومنطقة عين حلوان للي ما يعرفش يعني كان ممكن جدا إن بتتم شفاء عدد كبير من الناس، لأن فيها بحيرة صناعية بداخلها للاستفادة من 5000 متر مكعب من المياه الكبريتية بتخرج من باطن الأرض يوميا. وقبل ما أعرض عليكم الفيديو عايز أقول لكم وإحنا داخلين نصور محدش سألنا أنتوا رايحين فين أساساً، لأنها أصبحت خرابة الحقيقة. ما تخافش عليها. خاف عليها من إيه؟ ده اللي فيها كفاية. ده كنا بنشوفه زمان في الأفلام بتاعت زمان، وكانوا بيقولوا إنه من معالم حلوان عين حلوان والكبرتاش. آدي الكبرتاش زي ما انتوا شايفين، والمية اللي المفروض إن هي بتشفي المريض بقت بركة معفنة مليانة زبالة. مش عارفة مين المسؤول، نتمنى نعرف وهنحاول نروح نتكلم معاه ونعرف مكان زي ده وصل للحال اللي احنا فيه دلوقتي ليه؟ ليه وصلنا لدرجة إن الأماكن اللي كنا بنتباهى بيها في أفلام الأبيض وأسود زمان وصلت لإن هي تبقى بالشكل ده؟ لا إحنا عارفين نستنفع منها ولا الحكومة بتستنفع منها ولا أي وزارة مستنفعة منها ولا أي حد عادي أساساً. مكان بقى زي ما أنتوا شايفين مليان زبالة ومية معفنة، المية اللي كانت بتشفي الناس من معالم حلوة.
تخيلوا ان الاماكن المهجوره دي كلها كانت حمامات كبريتيه انشئت بعد الفتح الاسلامي حينما كان الخليفه عمر بن عبد العزيز بن مروان واليا لمصر. وفي ذلك الحين انتشر وباء الطاعون في انحاء مصر وبقيت حلوان في امان منه. فاتخذها الوالي مقرا له واقام بها وامر بصيانه العيون الموجوده فيها والاستفاده منها. ثم اندثرت بعد ذلك لتظهر في عهد الخديوي عباس الاول. اللي اصدر فرمان ببناء منتجع علاجي اكتمل بناؤه عام 1871. وكمان اقام فندق بالقرب منه في عام 1899. افتتح عباس حلمي الثاني عيون حلوان الكبريتيه وبدا يتوافد عليها السياح للسياحه العلاجيه. وهكذا اخذت اهميته بتزداد يوم بعد يوم. وتم تطويره حالياً وأطلق عليه اسم مركز حلوان الكبريتي للطب الطبيعي والروماتيزم، وأدخلت عليه الأجهزة الكهربائية ليصبح فيه العديد من أنواع العلاجات المختلفة، منها الإنغماس في الحمامات الكبريتية والعلاج بالطمي الكبريتي وبالكهرباء والحمام المائي الكهربي، بالإضافة إلى الأشعة تحت الحمراء، كما يعالج المركز العديد من الأمراض المزمنة. تخيلوا بقى كل الثروات دي موجودة على أرضنا وإحنا بنهدرها. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، مين المسؤول عن الكارثة دي بالظبط؟ ومين هيحاول معانا يرجع كرامة المكان ده تاني ويقدر قيمته؟ مين أصلاً اللي مقدر قيمته؟ إحنا